حصلوا على صورة من الخوف، فبالتأكيد الجلسة كلها طلبات كل الدفاع فيها هو الحصول على نسخة من القضية. فنشوف هل الجلسة هتنعقد هنا ولا هينفوها مع المرجع، لكن في خبر انها تم تبني المعركة. انا تقديري الموضوع يعني ماشي في اللمعه كليه وعدم الاشراف انه يتم تقديم ترتيب الصحفيين واعضاء المجلس لمحاكمه، مجرد ان في اثنين صحفيين راحوا يحتموا بالمقابله ولا نسالين هل الامر ضبط اقدار لينا ولا لا؟ مش كده، خاصه يبقى ان الشخص نفسه رايح في مكان ويبقى غير منظور من الاعين، غير منظور من الشرطه، غير منظور من الناس. حد رايح شارع بيتخانق ثروه، رايح دار نقابه الصحفيين اللي متحصره 24 ساعه، يبقى ده بالتاكيد مش اختفاء ولا اختفاء ولا تستر، قد ما هو انه بيلوز بالنقابه وبيطلب منها انها تحميه وانها تتاكد اذا كان في طلب من ده ولا لا. خاصه انه الاستاذ محمود كامل عضو مجلس نقابه الصحفيين راح سال في الاسم، هل انتوا طالبين عمرو بدر ومحمود السقا؟ الاسم قالوا لا احنا مش طالبينه، ما نعرفش حاجه على الموضوع دوت، اسم مش طالبين. فربنا يسهل نشوف الجلسه تنتهي. كمان الناس سنتين يعني انتوا شايفينها حريه صحافه في المحكمه دي، هل بحريه الصحافه وعقل حريه الصحافه في المحكمه النهارده بيتحاكم على ان صحفي راح يحكم من باب الثاني مقفول؟ الهدف من هذه المحاكمة هو إرسال الروح إلى كل من بدأ.